الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الليلة وضمن برنامج مهرجان الوطني المصيف الكتاب في دورة 29 عنا حفل توقيع كتاب بعنوان حصاد لصاحبه عمار العامري. هذا يندرج ضمن برنامجنا اللي محضرينه كأمسية شعرية ضمن البرنامج. إن شاء الله يكون الحضور أهل الشعر وعشاق الشعر والشعراء معنا حاضرين الليلة، وإن شاء الله نواصل بقية البرنامج في أحسن الظروف إن شاء الله. مساء الغاوين والغاويات الشعر، ومساء المحبة والألفة الدائمتين. نلتقي في هذه الأمسية لتقديم كتاب استفزني على الأقل في عنوانه وفي كتابته، وسنتعرض لذلك. نلتقي هذه الليلة لتقديم كتاب حصاد للشاعر القيرواني عمار العامري، في نص اختزل فيه تجربته الشعرية كاملة في هذا الكتاب، وأتمنى أن يكون هذا الكتاب وجه سعد وإشراق على الساحة الثقافية التونسية. عمار يعني شاعر أعجبت بتجربته الشعرية، وحاولت في تقديمه أن أكون محايدا متورثا أو متورط محايد في هذا النص الذي اختلفت مواضيعه واختلفت إيقاعاته واختلفت معاجمه وطقوسه، وأعلم جيدا أنه سينال الكثير من إعجاب المتلقي إن شاء الله. النص إذا لم يجد المتلقي فيه ضالته، نص لا يحيلني علي أي على إخفاقاتي وإرهاصاتي أو إشراقي وسموي، هو نص لم يرتقي إلى مستوى النص في حد ذاته. من هنا اتفقنا على أن يحفر الشاعر قصيده من داخله، وأن يخرجه منه إلى الآخر وكأنه هو. الكتابة كتابات، طقوس ومناخات تتجمع لتنفرط وتنفرط لتتجمع معاجمها في اجتراح مفهوم وهي محاكاة واقع واختلاق ملاذ نجمل فيه القبح للانطلاق مع الحلم الممكن في الزمن المستحيل. نص بهذه المواصفات سيكون غامضا في وضوح وواضح في غموض، فحين يدرك الشاعر أنه أجاب عن الأسئلة التي تمثل الأعمدة الأساسية لإنشاء قصيدته، حينها سيكون منجزه منجزا. السهرية بي على خطر عمار بالنسبة لي مرتبط بالذكرى متاعي، هو أولا ولد قريتي، وفما فيلسوف يقول العالم يبدأ من قريتي. أنا اليوم سعيدة جدا لأنه عمار متميز، يعطيه الصحة عمار، فجر الداخل متاعه، أمتعنا برشا إنتاجات، وأنا كنت تابعة ليلو معناتها عبر الفيسبوك، وأنا نقول العمار يعطيك الصحة وخليتنا نعيش لحظات الطفولة ولحظات المراهقة ولحظات اللي صنعنا بها شخصيتنا، اللي عشناه في الطفولة واللي عشناه في المراهقة هو توا تمل البناء بها. وانا نشكره برش على خاطر استدعاني، نتمنى انه يكون عمار العامري كتابات نتاعو تتجاوزه هو شخص معناتها كشخص، باش تشملنا نحن كرفاق كزملاء. وكم يقتلني أن يكون الحب لدي محض خيال، فعشت امرأة ليست تراني ولست أراها، قد يبدو ضربا من ذروب المحال. عذرا سيدتي، فهذا القلب بين ضلوعي يحمل آلاف الأوجاع. في إطار مهرجان مصيف الكتاب تنظم المكتبة الجهوية ابن رشيق بالقيروان
التوقيع لكتابي الأخير حصاد، يقدم الكتاب الشاعر السيد السالك. ومن القادم بضع أمالي وهذا زمان، لنجعل من حضنك وطنا ولك وطنا من أحضاني، وهذا مكان وأنت وأنا الإنسان، وقد سرنا بزمان غير الزمان ومكان غير المكان، لنترك لهم باقي الزمان وكل الأوطان، ولنصنع بعد الأحلام عسى نفوز ببعض كيان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.